هاي أنا اسمي جودي واليوم أنا هون لجاوب على بعض من أسئلتكم بخصوص جهاز نانو إي من باناسونيك. تقنية نانو إي الموجودة بمجفف الشعر NA65 من باناسونيك بتعطي رطوبة للشعر وفرمة الرأس 1000 مرة أكثر من مجفف الشعر العادي مع أيونات، وهذا يلي بيمنع جفاف الشعر وبتعمل تصفيفه أسهل بكثير بعد الغسيل. كمان الرطوبة بتساعد بالعناية بفرمة الرأس وتحافظ على صحتها طول فترة الاستخدام. تقنية نانو إي اللي حاصلة على براءة اختراع من باناسونيك تسحب الرطوبة من الهواء مشان تكون جزيئات صغيرة كتير وغنية بالرطوبة وبتعتني بالشعر بلطف، وهذا بيخلي الشعر صحي ناعم ولامع. أكيد أفضل لأنه بيعطي رطوبة للشعر 1000 مرة أكثر من أي أجهزة ثانيين اللي فيهم أيونات.